السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة على قناتكم صاحب الكورة وحلقة رد الفعل على قرعة التشامبيونز ليج. وزي ما انتم عارفين أو مش عارفين، أنا مشجع قوي جدا لمانشستر يونايتد الإنجليزي، فيا رب بإذن الله نقع في مجموعة سهلة وما يكونش فيها أي صعوبة وما تكونش مجموعة موت. ودلوقتي هيتم سحب أول فرقة في أول مجموعة في أول حاجة خالص، ده التصنيف الأول يا جماعة. دلوقتي هنشوف أول فرقة في التصنيف الأول هتطلع مين بيسحبها. طبعا ايفانوفيتش اسطوره من اساطير تشيلسي الانجليزي. اول فرقه معانا هي مانشستر سيتي بطل الدوري الانجليزي. يا ترى هيبقى في انهي مجموعه؟ غالبا السيتي هيكون في مجموعه A او المجموعه الاولى. هنشوف بعد كده مين الفرقه الثانيه اللي هيتم سحبها. احنا لسه كل ده على الهادي يا زبادي. طبعا انتوا عارفين القوانين، ما ينفعش فرقتين من نفس البلد يطلعوا في نفس المكان في نفس المجموعة. يعني النادي التاني هو أتلتيكو مدريد هيبقى في المجموعة الثانية. يبقى كده المجموعة الأولى مانشستر سيتي والمجموعة الثانية أتلتيكو مدريد. هنشوف مين المجموعة الثالثة هيكون على رأسها، مين من التصنيف الأول. ده سبورتينج لشبونة البرتغالي في التصنيف الأول، وفي المجموعة الثالثة. تخيل إن سبورتينج لشبونة البرتغالي تصنيف أول وعلى رأس مجموعة. الفرقة الرابعة في التصنيف الأول اللي هيتم سحبها هي انتر ميلان الايطالي بطل الدوري الايطالي، هيكون على رأس المجموعة الرابعة. كده فاضل مين؟ فاضل اربع فرق. الفرقة الخامسة بتتسحب دلوقتي. يا رب ابعد مانشستر عن الفرق دي. نروح مع سبورتنج لشبونة. بايرن ميونخ في المجموعة الخامسة، طبعا بطل الدوري الالماني اف سي بايرن. اوليفر كان قاعد، هو يا جماعه اوليفر كان عزل قال اوليفر كان عجز قوي. فبايرن ميونخ هيكون في المجموعه الخامسه، وهنشوف كده المجموعه السادسه هيكون مين على راسها. يلا يا سيدي، بسم الله. فياريال الاسباني على راس المجموعه السادسة وتصنيف أول لأنه بطل الدوري الأوروبي. وعارفين طبعا أن التصنيف الأول بيحمل بطل الدوري الأوروبي فياريال، بطل الشامبيونز ليج تشيلسي الإنجليزي، وبطل الدوري الأسباني أتلتيكو مدريد، بطل الدوري الإيطالي إنتر ميلان، بطل الدوري الإنجليزي سيتي، بطل الدوري البرتغالي سبورتينج لشبونة، وبطل الدوري الألماني بايرن ميونخ، وبطل دوري فرنسي ده، وبطل دوري فرنسي ليل. ادي ليل اهو في المجموعة السابعة. ليل في المجموعة السابعة. اعتقد يتبقى كده تشيلسي الانجليزي في المجموعة الاخيرة جروب اتش. هو نادي تشيلسي الانجليزي بطل. عمال اقول كلام او حروف غير الحروف الطبيعيه اللي احنا بنتكلم بيها. بطل دوري ابطال اوروبا. طيب عايزين بقى نشوف التصنيف الثاني، وربنا يستر على اليونايتد. ولكن في جائزه يا جماعه، هنشوف. طبعا انتوا عارفين ان اقوى او افضل حارس في التشامبيونز ليج هو مندي حارس تشيلسي، وطبعا انتوا عرفتوا ان احسن مدافع هو روبن دياز مدافع السيتي. وعايز اقول لكم يا جماعه ان التصنيف الثاني اقوى من الاول بكتير، وربنا يستر. ليفربول ويونايتد وبرشلونه وريال مدريد وبروسيا دورتموند ويوفنتوس واشبيليه وباريس سان جيرمان. فربنا يستر. هنشوف اول فرقه في التصنيف الثاني هي مين. يا رب ابعد اليونايتد عن كل الفرق الثقيله وحطه مع سبورتنج لشبونه. مين؟ بروسيا دورتموند. هتروح طبعا بروسيا دورتموند، ما ينفعش تروح مع بايرن ميونخ.
فاز بعام 97. هنشوف بروسيا هتقع مع مين. ميكائيل إسيان أسطورة تشيلسي الإنجليزي هيسحب، وبروسيا مع مين يا جماعة؟ وكله مركز، وهوبا ويلا يا عم، يلا يا عم يا عم، يلا في جروب سي مع ايه مع سبورتنج لشبونة. اخ راحت علينا سبورتنج لشبونة يا اولاد المحظوظة، ده احنا نوع فرقة هتكسحنا، مفيش غير فيا ريال اللي ممكن انهم كسبونا. بس يلا يعني كده بروسيا دورتموند راحت مع سبورتنج لشبونة يا اولاد المحظوظة، يا اولاد المحظوظة. الفرقة التانية هي ريال مدريد الاسباني، هيروح انهي مجموعة؟ ريال مدريد ليه خمس خيارات. ايوة هيروح مع مين ريال مدريد؟ كان نفسي في مجموعة سبورتنج لشبونة دي يونايتد، للأسف راحت، ده احنا هنقع مع حد رزع، ربنا يستر. يلا يلا يا اسيان، يلا يا اسيان، يلا يا اسيان. هيفتح اسيان يا ترى في جروب ايه؟ ريال مدريد مع مين؟ ريال مدريد مع مين؟ ريال مدريد مع مين؟ ومدريد مع جروب دي، ايه جروب دي ده اللي هو فيه مين؟ فكرونا كده. جروب يا عم امسك الدي، يا عم مش عارف تمسك الدي. ايوه مع مين؟ مع مين؟ ريال مدريد مع انتر ميلان الايطالي، مجموعة بدأت بالنار. ريال مدريد وانتر ميلان الايطالي شكلها تبقى مجموعة، هما كلهم على فكرة غالبا هيبقوا مجموعة موت، يعني الماتشات كلها تبقى تقيلة جدا. الفريق الثالث في التصنيف الثاني ليفربول الانجليزي ونجم مصر ونجم العرب محمد صلاح. طبعا نتمنى التوفيق لمحمد صلاح ومحرز ونتمنى التوفيق ايضا كمان لزياش واكثر واكثر واكثر. ليفربول كده، بروسيا دورتموند يا جماعه مع سبورتنج لشبونه، وريال مدريد مع انتر ميلان الايطالي. دلوقتي هنشوف ليفربول هيروح يلاعب مين. يلا يا ليفر، يلا يا بول، يلا يا ليفر، يلا يا بول. جروب بي اللي هو كان فيه مين جروب بي ده؟ فكرونا كده جروب بي ده فيه مين يا جدعان؟ اوبا ليفربول يواجه اتلتيكو مدريد مرة اخرى. ينهر ابيض ينهر ابيض، مدحت شلبي يحييكم. ماشي، يبقى ليفربول اتلتيكو مدريد وريال مدريد انتر ميلان وايضا اوبا باريس سان جيرمان. سلام كده، لو باريس سان جيرمان ايه يروح مع مين كده؟ يروح مع تشيلسي. ريال مدريد باريس سان جيرمان يروح مع تشيلسي. ادي ناصر الخليفي اهو قاعد بيفكر يا عيني ان مبابي اللي جاي في الصوره ده خلاص راح ريال مدريد رسمي، والناس كلها بتتكلم انه راح رسمي ب 160 او 170 مليون، وان الاعلان هيكون قريبا، وانه ما راحش حتى مع المعسكر بتاع فريقه ومش هيلعب المباراه الجايه مع باريس سان جيرمان. كلام قوي جدا ان مبابي في ريال مدريد. يوفنتس، هو باريس سان جيرمان هيلعب مين بس؟ معلش ما تورونا يا جدعان باريس سان جيرمان هيلعب مين؟ ما تشوف كده مع لا اتعمل خلاص، متاكد؟ اه باريس سان جيرمان مع السيتي، يا نهار الناس اللي معاها فلوس مع بعض يا زميلي. الامارات تواجه قطر، الامارات تواجه قطر في بطوله اسيا، يعني باريس سان جيرمان يصطدم بالسيتي وجوارديولا هيلاعب بوتشيتينو تاني. ومين اللي اتسحب ده من شويه يا محمد؟ والله ما تشيلسي هيلاعب مين بقى؟ مين اللي كان متسحب قبليه؟ يا جماعه ما تكتبوا لنا هيصطدم بمين؟ شوف راحت علينا دي، ما شفناهاش دي. تشيلسي هيلاعب مين؟ دلوقتي برشلونه، هنشوف هيلاعب مين؟ اوبا تشيلسي واليوفي، المجموعات كلها ناريه، ودي ميزه ان الفرق التقيله تبقى تصنيف تاني مش اول.
يا نهار اسود، باريس وتشيلسي والسيتي وتشيلسي و انا بقى تشيلسي واليوفنتوس وباريس والسيتي و برشلونة. هتلاعب مين بقى؟ برشلونة في انهي جروب؟ في جروب اي. اوبا تاني كلاكيت 940 مرة، برشلونة وبايرن ميونخ، تكسير عظام من الدرجة 700 دي. اكيد مجموعة فياريال، وهيكون معاها مين غالبا؟ دي اللي فاضلة اشبيليه. لا ازاي، ما ينفعش اشبيليه تلعب مين؟ مع ليل، مجموعة في الكنافة دي يا معلم، ليل واشبيليه مجموعة كورة هتشوف فيها كورة حلوة، ولكن في الكنافة يعني ايه؟ دي اخر فرقة. اليونايتد مع فيا ريال بقى، مع فيا ريال. الله الله، خسرونا بس مش مشكلة، هننتقم هننتقم بإذن الله. بس الحمد لله رحنا الانتر ولا رحنا لبايرن، هو فيا ريال حلوة على قدنا كده، وان شاء الله رايح جاي، ان شاء الله رايح جاي، ان شاء الله. فيا ريال طبعا دلوقتي يا جماعه هيروح يعلنوا عن افضل خط وسط و يعني في اوروبا في الموسم السابق، فهنشوف ان شاء الله افضل خط وسط ونرجع لكم تاني، خليكم معانا. دلوقتي يا جماعه التصنيف الثالث هيتم سحبه، وفرق برضو كويسه جدا، ونسيت اقول لكم ان احسن خط وسط في اوروبا كان نوجولو كانتي، يستاهل طبعا كل خير. يبقى كده احسن حارس مندي حارس تشيلسي، ونوجولو كانتي احسن خط وسط، خط وسط تشيلسي، وروبن دياز احسن مدافع، مدافع مانشستر سيتي. اول فرقه في التصنيف الثالث معانا هي شختر دونستيك، دونتسك، شختر احنا كنا بنقولها دونستيك بس هي دونتسك، شختر دونتسك، دونتسك كده يعني ماشي. هتلاعب مين؟ هيلعبوا مين يا شختر؟ هتلاعب مين؟ كل المجموعات مفتوحة يا شختر، كل المجموعات مفتوحة. يلا يا إسيان، ميكائيل إسيان يقترب، ميكائيل إسيان يقرر، ميكائيل إسيان من سيواجه شختر؟ جروب دي. الله، شختر مع انتر ميلان وريال مدريد، يعني يا ابني يعني يا ابني. ثلاث فرق دول كانوا في مجموعة نفسها في الموسم الماضي. ايه يا جدعان ده؟ ايه ده في ايه؟ يعني يا شختر مرتين ورا بعض لعب انتر ريال مدريد. بنفيكا كل ده يا جماعه عايزين نحدد مين مجموعه الموت. جروب اي، بنفيكا وبرشلونه وبايرن. يا نهار احوز، ده شختر وبنفيكا هيتنفخوا، يعني شختر راح مع انتر وريال، وبنفيكا راح مع برشلونه وبايرن. يا عيني يا عيني، زينت سانت بيترسبرغ،
مع مين يا حاج زينت؟ ست مجموعات متاحة له. فاز بالدوري الأوروبي مرتين واللقب الثاني الذي فاز به هو كأس السوبر. زينت مع مين؟ وسيكون من الرائع أن يصل إلى المباراة النهائية التي ستقام على ملعبه. جروب اتش، الجروب الأخير مع تشيلسي ويوفنتوس. يا عيني يا جماعة الفرق دي والله، يعني ربنا يكون في عونهم. لايبزيج ده تقيل، ده اعتقد المجموعه اللي هيروحها لايبزيج ده مجموعه الموت، ده اتقل فرقه فيهم، وهو اياكس يعني، بس لايبزيج اتقل. المجموعه اللي هتروحها لايبزيج هتبقى مجموعه الموت، ما عدا لو كانت مجموعه يونايتد، لان هي يونايتد وفيا ريال مش مجموعه موت. يلا يا لايبزيج، هو نادي جديد نسبيا في دوري الابطال. جروب ايه؟ في مين جروب ايه ده يا جماعة؟ مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ولايبزيج، دي مجموعة الموت. ومجموع يعني تخيل كده، باريس سان جيرمان ما صعدش وسيتي ولايبزيج صعدوا، يا نهار اسوح، يا نهار فلوس اتصرفت على الفاضي. يعني دي مجموعة الموت يا جماعة، المجموعة الأولى سيتي سان جيرمان لايبزيج، مجموعة الموت. ده ايه ده؟ اتلانتا، برضه اتلانتا تقيلة جدا جدا. اتلانتا الايطالي ثلاثة خيارات. وقد كانت الفريق مفاجأة الموسم الماضي بجودة أدائه وحقق نتائج ممتازة ووصل إلى ربع النهائي في 2020، وكان قريبا جدا من الذهاب الى المباراة النهائية. جروب اف، المجموعة السادسة انضم الى فياريال. طب زي الفل، فياريال ويونايتد واتلانتا، اتلانتا تقيلة وفياريال تقيلة، ف ربنا يستر، ولكن الحمد لله مش من الفرق العمالقة يعني، الحمد لله برضو ايه مجموعتنا لحد ما كويسة، ولكن مجموعة فيها كرة حلوة جدا جدا جدا. كنت اتمنى ان حد مكان اتلانتا يقع مع يونايتد، ولكن الحمد لله. سالزبورغ، سالزبورغ النمساوي، امكانيتان المجموعة الثالثة او المجموعة السابعة، وهو فريق يلعب باسلوب هجومي، سجل 26 هدفا في تصفيات النسختين الماضيتين، وسينضم الى المجموعة جي السابعة مع حلو قوي. حلو، سالزبورغ مع ليل واشبيليه، مجموعه لذيذه برضو، مجموعه فيها كوره برضو. سالزبورغ يعني دي المجموعات يا جماعه اللي محدش هيتابعها اصلا يعني برضو. فاضل اخر فرقه بورتو اعتقد مع بروسيا لا اللي انا بقوله ده. بورتو مع مين؟ ليس هناك خيار، فقط المجموعه بورتو مع اتلتيكو مدريد وليفربول. يا عيني عليك يا بورتو، يا عيني عليك يا بورتو، ده انت هتتنفخ كده. يا جماعه نقدر نقول ان اخر فريق هو اياكس امستردام، ملوش خيار غير المجموعه الثانيه، الثالثه عفوا، مع سبورتنج لشبونه وبروسيا دورتموند. حلو، مجموعه جميله، سبورتنج لشبونه وبروسيا دورتموند واياكس، مجموعه لذيذه برضو. ودلوقتي يا جماعه نشوف افضل مهاجم في اوروبا، ودلوقتي يا جماعه مع التصنيف الرابع
هنشوفه مع شويه فرق عجيبه وغريبه ما عدا فرقتين طبعا اللي هم ميلان و نسيت والله مين اللي كان جامد تاني معاه. طبعا احسن مهاجم في العالم خدها هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، احسن مهاجم في اوروبا، انا اسف مش في العالم. اول فرقه طبعا يانج بويز، الاولاد الشباب، بطل سويسرا. ايوه مع مين يا عيني؟ ترى مين اللي هيطحنه؟ الفرقه دي يا جماعه بتبقى حصاله يعني، غالبا الفرق الاخر اربعه دول التصنيف الاخير ده بيبقى حصاله، ما عدا كام فرقه يعني. ميلان في التصنيف الرابع، وكان مين تاني في التصنيف الرابع مع حد جامد؟ كان ميلان ومين تاني جامد؟ اه فولفسبورج. فولفسبورج هنشوف اليانج بويز الى اين سوف تقودهم هذه المهمه. الله يخرب بيتك دبانه. ايوه يلا اف. مع مين؟ فياريال، مانشستر يونايتد، اتلانتا، ويانج بويز. الله ان شاء الله نسعد باذن الله. مجموعه ما تتشافش غير عشان يونايتد يعني، فياريال، اتلانتا، مانشستر يونايتد، ويانج بويز. باذن الله نصعد باذن الله. حلو كده مجموعتنا قفلت، شكرا كده الحمد لله رب. ايه ده؟ بشكتاش التركي. اخر مشاركه في عام موسم 2017 2018. يلا يا اسيان كده يا جماعه، اهو مجموعه اكتملت، المجموعه الرابعه فياريال ومانشستر يونايتد واتلانتا ويانج بويز. هنشوف مين المجموعه اللي هتكتمل دلوقتي، بشكتاش هيروح فين. جروب سي، جروب سي سادسه، ايه سالسه، سبورتنج لشبونه ودورتموند واياكس وبشكتاش، مجموعه الى حد ما لذيذه، مجموعه لذيذه. يبقى كده فياريال يونايتد اتلانتا ويانج بويز و سبورتنج لشبونه بشكتاش بروسيا دورتموند. طب دلوقتي يا جماعه بقى سيبك من كل ده، اي سي ميلان، تخيل مثلا اي سي ميلان راح مثلا في مجموعه لايبزيج، يبقى لايبزيج هم كانوا مين بس؟ تشيلسي او اعتقد لا فيها اليوفي تقريبا. اي سي ميلان هيروح فين؟ هيتقل اي مجموعه هيخشها، ملوش غير خيارين اصلا اي سي ميلان. اي سي ميلان، ميلان بي اوبا، اتلتيكو مدريد، ليفربول، بورتو، واي سي ميلان. اعتقد يا جماعه هي دي مجموعه الموت، اي سي ميلان، ليفربول، اتلتيكو مدريد، وبورتو، هذه هي مجموعه الموت. التاني مجموعه موت بقى بتاعت تشيلسي ولايبزيج واليوفي. ده مين؟ فولفسبورج برضه تقيله شويه. السابعة مع ليل وإشبيلية وسالزبورغ، هيدخل معاهم فولفسبورغ، مجموعة مش هتشاف. كلاب بروج إما المجموعة ألف أو المجموعة الأولى أو الخامسة أو الثامنة، الأولى أو الرابعة أو الثامنة. مشاركة في عام 78 وهو أول نادي يصل إلى نهائي دوري الأبطال،
الاخوه من نادي بلجيكي. في المجموعه الاولى مع مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، سيتي سان جيرمان، لايبزيغ و كلوب بروج. بقيت ثلاثه فرق ونكون قد عرفنا كل شيء. نادي مالمو السويد، مالمو بطل السويد، المجموعه الرابعه او الثامنه، لعب المباراه النهائيه في عام 79 وهي افضل نتيجه. وهو ايضا الفريق الوحيد. انا مش عارف ايه الملل ده. يلا يا عم اتش جروب اتش. تشيلسي يوفنتوس زينت. الله انتوا تتنفخوا مع مالمو. قبل الاخير بقيت مجموعتان غير مكتملتين. دينامو كييف بطل اوكرانيا خيار واحد، وهو المجموعه في الخامسه مع بايرن وبرشلونه. بايرن برشلونه بنفيكا. يا نهار اسود برضه هتنفخوا. طبعا نعرف اخر فرقه الشريف. من مقدونيا دي ولا منين دي؟ اول مره في دوري الابطال او المشاركه، وبلده مولدوفا. الشريف وشختار ريال مدريد وانتر. ربنا معاك يا شريف. كده يا جماعه هنشوف كل المجموعات. المجموعة الأولى السيتي سان جيرمان لايبزيج كلوب بروج. المجموعة الثانية أتلتيكو مدريد ليفربول بورتو اي سي ميلان. المجموعة الثالثة سبورتنج لشبونة بروسيا دورتموند اياكس وبشكتاش. المجموعة الرابعة انتر ميلان ريال مدريد شختار وشريف تيراسبول. المجموعة الخامسة بايرن ميونخ برشلونة بنفيكا دينامو كييف. المجموعة السادسة فياريال واليونايتد اتلانتا يانج بويز. المجموعة السابعة ليل اشبيلية سالزبورغ وفولفسبورغ. المجموعة الاخيرة والثامنة تشيلسي يوفنتس وزينت واخيرا مالمو. هنشوف بقى دلوقتي يا جماعة اعتقد احسن لاعب في اوروبا. اتوقع جورجينيو. اتوقع اخويا متوقع كانتي. مش عارف بقى مين اللي هيطلع. ودلوقتي يا جماعه احسن مدرب في العام في اوروبا كان توماس توخيل مدرب تشيلسي. ودلوقتي الثلاثي المرشح لافضل لاعب في اوروبا نجولو كانتي وجورجينيو وكيفن دي بروين. انا رشحت واحد من قبل ما اعرف، واخويا رشح واحد صح من قبل ما يعرف، و ما اعرفش مين رشح كيفن دي بروين فصراحه عشان كان في النهائي. فاللي كسبت في الستات اليكسيا بوتياس من برشلونه. يا ترى موجوده ولا لا؟ اكيد مش موجوده برضو، غالبا مش موجوده. مش موجوده. وبتشكر الناس. هي دي جت مرتين ولا دي ايه؟ دي كسبت احسن مهاجمه واحسن خط. دي تقريبا احسن خط وسط واحسن لاعبه. يا نهار اسود. برشلونه يا جماعه تقريبا في الستات اكتسحت كل الجوائز. كان موسما ممتازا. واود ان اشير الى ان المرشحتين الاخريين، حتى البنت اللي كانت من باريس سان جيرمان كانت احسن مدافعه اتنقلت برشلونه. هنشوف كانتي ولا جورجينيو ولا واحد منهم يروح كيفن دي بروين. انا قلت جورجينيو هو اللي ياخدها يا جماعه اتوقعها، لانه واخد يورو واخد تشامبيونز ليج.
ودي احسن لاعب في اوروبا، فبتعتمد على الاثنين. يلا جورجينيو 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 جورجينيو، ها قول يا ابله. ايوه عيب عيب والله العظيم ثلاثة عيب. أنا عارف إنه جورجينيو لأنه واخد يورو وواخد الشامبيونز ليج، ومش بعيد كمان تلاقي جورجينيو هو اللي هياخد أفضل لاعب في العالم، عشان للأسف بيحسبوها بالبطولات مش بيحسبوها بالمهارة واللعب وكده. لكن أنا لو عليا أديها لكانتي طبعا، لكن جورجينيو لا تتحداني. I'm very sorry I can't be there at this important moment. الله عليك. I can be there, but I wanted to say that I'm very happy with this award. Allah, كده باشا. سلام في أوروبا. I would like to say thank you to all the people who made their contributions to this award. ماشي يا جماعه، بشكركم يا جماعه، بشكركم. بشكرني بيقول كتب اهو، بص كتب عمرو عاطف، هو اتوقع ان انا اللي اخدها، هو اللي كتب. الله الله، اعتقد كده الجواز خلصت تقريبا صح؟ يعني نختم ولا ايه؟ الجواز خلصت ولا ايه؟ تقريبا دي اطول حلقه في التاريخ، يعني انت حلقه داخله في 32 دقيقه، ومش هعمل مونتاج، هتنزل زي ما هي. So thanks to مش عارف مين، حاج حسن، a huge to everybody. خلاص يا زميلي خلاص، هعتقد كده يا جماعة دي كانت النهاية تقريبا. وكان معاك اخوك عمرو عاطف من قناة صاحب الكورة في كل الزيطة دي. اشوفك ان شاء الله في فيديو جديد، وسلام عليكم.